ما سمعت سمعت لهم صوتها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا
يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله يبارك لك صلى الله عليه وسلم
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول بسم الله لله والرسول
فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إذا ذكر الله وجلت قلوبه
حاضر حاضر ما خلص. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إن شاء الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً
ربهم ومغفرة ورزق كريم. صلى الله عليه وسلم. حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين 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 كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق
الحق بكلماته. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. كله ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك ايام ما خلقت عيسى بدون ابن وحفظت مريم من القذف والسبت وجعلت سليمان يكلم من ياكل الحب واحببت الحبيب محمد حبا ما بعده حب ارضى عنا يا ربنا انا وكل من قال يا رب. هكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة الطيبة المباركة تلاها عليكم علم من اعلام دولة القرآن الكريمة بمصر والعالم الاسلامي والملقب بملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرك القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية. أما الهندسة الصوتية والضوئية وأفخم قصور الضيافة المتحركة نقلناها لكم من تحت قبة وسماء قصر من أفخم قصور الضيافة إدارة الحاج محمد عبد العزيز المقيم ببني عبيد. ستنقل هذه الليلة عبر وسائل الإنترنت ومواقع اليوتيوب عبر موقع المهندس محمد الكورشي باسم العائلة الكريمة كما شرفنا أيضا بتصوير هذه الحفلة للمهندس العالمي عبيد زياد باسم العائلة الكريمة تعالى تمي. أتوجه بخالص الشكر لكل من تقدم بالعزاء وكان سعيكم مشكورا ودائما وأبدا البقاء لله وحده.